هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا آخر لقاء لي معكم في برنامجكم رمضان كريم. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. انقضى رمضان، فماذا بعد رمضان؟ هل يعقل أن إنسان يدخل سيارته للصيانة وتبديل الزيوت والمصافي وتنظيف المحرك وتنظيف كل شيء في السيارة ثم يعود بها إلى ما كانت عليه قبل هذه الصيانة وهذه التصفية وهذا التنظيف؟ أظن أنكم تقولون أنه لا يعقل، لا يعقل أن يركنها جانبا ولا يستعملها، ولا يعقل أن يستخدمها استخداما طائشا يعود عليها وعليه بالشر والعياذ بالله. هذا تمثيل. احنا بعد رمضان كامل قرآن وقيام وذكر وتراويح وأشياء روحانية عظيمة في هذا الشهر العظيم، أيعقل أن نعود إلى العادة تماما وننسى تلك الأجواء الروحانية؟ صحيح أن الإنسان لا يمكن أن يكون طيلة العام مثل ما كان في رمضان، أمر يصعب جدا، ولكن علينا أن نكون كما كان صلى الله عليه وسلم، كما قالت عنه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة. ما معنى ديمة؟ يعني يدوم على فعل الخير. ألم يقول عليه الصلاة والسلام: خير الأعمال إلى الله أدومها وإن قل؟ قليل دائم خير من كثير منقطع. ولذلك المولى سبحانه وتعالى وسيد النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا من العبادات ما يكون دوما معنا في كامل حياتنا، يوميا وأسبوعيا وسنويا وعمريا. صلوات خمس يومية، جمعة أسبوعية، رمضان سنوي، وحج عمري. كل هذا لماذا؟ لنكون مع الله سبحانه وتعالى
فربنا سبحانه وتعالى ليس رب رمضان فقط، بل هو رب الشهور بأكملها، رب الشهور من أولها إلى آخرها. ولذلك يجب علينا ألا نقصر عبادتنا، ولا أن نكون رمضانيين أو شعبانيين، بل نكون ربانيين، نحب الأعمال التي كلفنا بها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نرى رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى يجعلنا مع الله ومع هذه العبادة العظيمة، عبادة الصوم، حتى بعد رمضان، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، شهر كامل رمضان، الحسنة بعشر أمثالها، يعني عشر شهور، يبقوا شهرين، ست أيام من شوال، هذو شهرين بفضل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى نواصل ولا ننقطع، حتى نرتبط بالله سبحانه وتعالى في كل أعمالنا. صيام هذه الأيام الستة على الإنسان ألا يؤخرها حتى ينقضي شوال، بل إذا مضى من العيد ثلاثة أيام فليعد إلى الصوم. في مذهبنا المالكي يفضل المذهب المالكي أن تكون هذه الأيام، أن يكون صيام هذه الأيام متفرقة، لا يصومها متتالية، لكن إذا صمتها متتالية يجوز ذلك. فعلينا أن نبادر بصيام هذه الأيام بعد رمضان حتى نكون موصولين بالله سبحانه وتعالى. إذا أحسنت في رمضان فلا تقطع هذا الإحسان، إذا تصدقت في رمضان فلا تقطع هذه الصدقة، إذا فعلت الخير فلا تقطعه بعد رمضان، واصل، فإن رب رمضان حي لا ينام، فإن رب شوال هو رب رمضان، وهو رب شعبان، وهو رب رجب، وهو المطلع على أعمالك في رمضان يجازيك عليها خير الجزاء، ومطلع عليك في غيره من الشهور ويجازيك على ذلك خير الجزاء. فعلينا أن نفهم هذا، وأن نواصل أعمالنا، وأن نكون مع الله في كل حياتنا، من أول ما نستيقظ من نومنا إلى أن نعود إلى بيوتنا بعد أعمالنا، فنكون مع الله وبالله. فإذا كنا مع الله وبالله كان الله معنا ولن يترنا أعمالنا. وإلى فاصل قصير نعود بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس له مثيل. غدا عيدنا والحمد لله رب العالمين. سبحان الله، المولى سبحانه وتعالى جعل للمسلمين بعد أن ينتهوا من كل عبادة عيدا، فجعل بعد الصيام، بعد صيام شهر رمضان، عيد الفطر، وجعل بعد انتهاء المسلمين من فريضة الحج عيد الأضحى، وجعل في كل أسبوع عيدا
هو الجمعة ليحتفل الناس بصلاتهم وتواددهم وتحاببهم. سيد النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة وجد الأنصار قد خصص يومين في السنة يلعبون فيها ويمرحون ويتسابقون ويتسلون، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله خيرا منهما يومي الفطر والإضحى، فاللهم لك الحمد يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا. ماذا نفعل في العيد؟ أول شيء أيها الإخوة الكرام أيها الأحبة، لا ننسى زكاة الفطر، لا بد من إخراجها قبل الخروج إلى صلاة العيد. زكاة الفطر التي قيل في الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم وطعمة للمساكين. زكاة الفطر طهر الصائم مما علق بصومه من أدران وتطعم أولئك المساكين. قال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. أقل ما يمكن نغنوهم عن مد أيديهم في يوم العيد، أقل ما يمكن نخليهم يشاركوا وخيانهم الفرحة. ولذلك أكبر نوع من التكافل هو زكاة الفطر. الفقير يعطي لغيره، ياخو ويعطي، ياخو من عند الذي هو أغنى منه ويعطي هو لمن أفقر منه. فريضة لا بد منها، يبقى صومك معلقا بين السماء والأرض حتى تخرج زكاتك، فإن أخرجتها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، وإن أخرجتها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، إن شاء الله قبلها أو شاء لم يقبلها سبحانه وتعالى، وهي كما يقال صاع من أغلب قوت أهل البلد من طعامهم. لكن هناك من العلماء من جوز إعطاء القيمة. أيها الإخوة الكرام، احنا نشوفوا إذا السيد اللي مش متصدق عليه، اللي مش نعطيه زكاة الفطر، يحتاج إلى السميد أو قمح أو غير ذلك من الأطعمة، نعطيه أطعمة. وإذا كان محتاج إلى قيمة تلك الزكاة مالا فلأعطيه مالا حتى يشتري به ما يحتاج إليه أولاده من أشياء يدخل عليهم بها السرور. ثاني حاجة في يوم العيد صلاة العيد، وما أدراك ما صلاة العيد؟ نخرج إليها، بل نبدأ بالتكبير والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى من ليلة العيد. ألم يقل لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون؟ هل هناك أكبر من هذه النعمة أن أوصلنا الله سبحانه وتعالى إلى يوم عيد الفطر؟ فعلينا أن نخرج إلى صلاة العيد، وصلاة العيد من السنة، من الأحسن أن تقام في مصلى حتى تجمع أكبر عدد من المصلين. كان صلى الله عليه وسلم يخرج كل الناس إلى المصلى، الصغار والكبار والنساء والرجال، حتى الحيض من النساء يخرجن إلى المصلى ويتجنبن المصلى. لماذا؟ ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. صلاة العيد، وما أدراك ما صلاة العيد، فيها تذكير بالله سبحانه وتعالى، فيها تجميع المسلمين حتى يهنئوا أنفسهم
بإكمال هذه العبادة. ثم لا ننسى الذهاب إلى الأقارب في هذا العيد. احنا تحدثنا على صلة الرحم، هذا العيد هو أحسن فرصة لنا حتى نصل أرحامنا. الله غالب الناس مبقاش تلقى وقت من كثرة جريهم ولهفتهم على الدنيا، مبقاش يلقى وقت باش يزوروا أقاربهم باش يوصوا أرحامهم. فعلينا أن نخصص هذا اليوم يوم راحة، يوم ولا يومين ونمشي ونزوروا أقاربنا. ما ننساوش باش نرفعوا على أنفسنا في هذا العيد، ونوسعوا على عيالنا ونلبسوا جديد، لأن من السنة أن تلبس الجديد يوم العيد وإن كان أسود، في يوم الجمعة العكس، البس الأبيض وإن كان قديما، ليعلم الناس أن لنا في ديننا فسحة، أن لنا في ديننا أريحية، أننا لنا في ديننا فرحة وتجميع للناس حتى يشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه التترى وعلى آلائه التي لا تحصى. فاللهم لك الحمد يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا على هذه النعمة التترى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم خذ بأيديهم إليك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين، وحد كلمتهم واجمع شملهم، اكفي بلادنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخيرنا رحمن. كل عام وأنتم بخير، أعاد الله علينا العيد ونحن في يمن وبركة وسؤدد كامل المسلمين بإذنه سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال.